شارك كبار المسؤولين في استحقاق جولة الإعادة للانتخابات النيابية والبلدية، وقد أدلى المسؤولون بأصواتهم لاختيار ممثلهم في مجلس النواب والمجالس البلدية ضمن واجبهم الوطني في البناء على مكتسبات مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، التي تشكل المسيرة الديمقراطية أحد أهم ركائزها في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم. الحمد لله احنا يعني صرنا اليوم، احنا ما شاء الله كانت يعني الاجراءات سلسه وسهله، والحمد لله نشكر كل القائمين على الانتخابات اللي صراحه يعني يسهرون الليل والنهار على اساس ان الامور تكون ماشيه بشكل سليم، والحمد لله ما شفنا الا كل اجراءات سهله الحمد لله. ومثل ما الحمد لله الحين مملكه البحرين خلال السنوات يعني كسبنا الخبره في تنظيم هذه الانتخابات، والحمد لله نامل المزيد ان شاء الله من الاحتفالات الزينه ان شاء الله والمناسبات الزينه اللي الحمد لله المشهود لها مملكه البحرين بها يعني الحمد لله. التصويت سوف يكون تعزيز للمسيرة الديمقراطية التي أرساها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم. وكما أرى يعني العملية والإجراءات سلسة وميسرة وسريعة ولم يأخذ كثير من الوقت، فأنا أشكر جميع القائمين على تنظيم هذه الانتخابات، وكذلك أشكر الشباب والشابات الذين يقومون بهذه بالإجراءات. يسعدني ويشرفني تواجدي هنا اليوم في هذا الاستحقاق الوطني الذي يعد ركن من أركان مشروع الإصلاح جلالة الملك حفظه الله ورعاه. بهذه المناسبة حبيت أشيد بالقائمين والمشرفين على هذا التنظيم. الملحوظ اليوم توافد هائل من أعداد من المواطنين إلى مراكز الاقتراح، بما يؤكد ويعكس صورة الديمقراطية اللي نؤمن فيها كشعب البحرين، ويؤكد ولائنا وانتمائنا لهذا الوطن الغالي وقيادتنا الحكيمة. نهنئ جلالة الملك المعظم ونهنئ سمو ولي العهد الأمين، وإن شاء الله يا ربي إلى مزيد من التقدم بما فيه يحقق إن شاء الله المكتسبات للوطن والمواطنين.